السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في يوميات ام زياد. النهارده ان شاء الله انا جايه معاكم. النهارده هنعمل مقلب. مقلب عباره عن ايه؟ انا المفروض ان النهارده هنعمل تذوق الشيبسي انا وابو زياد. هو راح يجيب الشيبسي فانا قلت بقى ايه افتح الكاميرا واعرفكم ان انا هعمل مقلب. هو هيجيب الشيبسي على اساس ان احنا هنعمل تذوق، بس انا هقلبه عليه بمقلب عشان اخد بطاري. فاكرين لما كنا بنعمل تحدي الكشري وضحك عليا وعمل ان بطنه بتوجعه وجاله مجس وخلاني عيطت وزعل؟ انا بقى النهارده هرد له المقلب. خليكم معانا واستنوني وتابعوني وشوفوا بقى انا هرد له وهعمل معاه ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبنا في كل مكان، مرحبا بكم في يوميات ام زياد. وان شاء الله باذن الله تعالى كده معانا تحدي قوي، تذوق 10 اطعمه. ربنا يرزقنا. ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده ما شاء الله معانا 10 اطعمه شيبسي زي ما ابو زياد قال بالظبط، مختلفين طبعا. ملح، كباب، جبنه متبله، شطه وليمون، طماطم، اطعمه كتيره يعني هتشوفوها واحنا مع بعض كده. هم 10 اكياس طبعا قدامكم، وطبعا ده تحدي قوي. صح يا ابو زياد؟ قوي ان شاء الله باذن الله. تحب انت اللي تبدا ولا انا؟ ما تبدا انت ولا ابدا انا؟ ابدا انا عشان انا دايما اللي بضحي، فالست اللي بتضحي لازم ان هي تكون ايه اول واحده. يلا يا جماعه اتكلنا على الله وابتدت المعركه. توكلنا على الله وابتدت المعركه. وانا هشوف ازاي يا ناصح، يعني ده النقاب من تحت وهنا من فوق. طعم ايه؟ الله، جميل. شطه وليمون. جبنة ايه يعني؟ متبلة. الإجابة باربيكيو. خلي وملح وان كمان محتاجيها شوية عشان معلش، بس الأطعمة بقى داخلة ببعضها كده. طماطم، جبنة، الله 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 الله، ده طعم الجبنة. أمال تاني بقى ايه؟ ما علينا، ده ايه؟ يا نهار أبيض، ده جبنة. أمال تاني كان ايه؟ يخرب عقل الأطعمة. رايق. امال الطعم اللي غشاني ده ايه؟ كان قريب للجبن. واحدة كمان. الطعم ده جميل قوي، بس ايه هو بقى؟ الجبنة شيدر؟ طماطم؟ لا اله الا الله، طماطم صح؟ ماشي. ده المكسب، ده الخسارة. عند الكلام انت اخطأت. ايه بقى؟ الفلفل الهل، الباربيكيو، والملح، ده اللي انا قلت عليه الجبنة صح؟ مع انه ما كنتش حابب الطبخ الجبنة. ماشي، يعني 7؟ 7 من 10. ماشي، يلا يا جميل. 7 من 10 يا جماعة، خليكم فاكرين. خلاص، دول كام؟ دول كام؟ برضو؟ ماشي. يلا يا ابو زياد، ايه طعم؟ طعم ايه؟ حاجه محسن بتاع حرب انت جابت المفروض بتاعي. معرفش، هو كل حرق عندك انت مش عارف تستطعم النهارده ولا ايه؟ مالك النهارده كده؟ انت ما قلتش حاجه كده صح لاول واحد. ايه؟ بطعم الكاتشب. كاتشب؟ كاتشب ايه؟ طماطم يعني. يعني ده ايه؟ كاتشب ده ولا مش كاتشب؟ طماطم. طب انت بتنفخ في بقك ليه؟ هي طماطم حرقه؟ على فكره هو مش طماطم. امال ايه؟ شطه وليمون ولا ايه؟ شطه وليمون.
او شطه من غير ليمون. كان تذوق يعني عالمي يا محمد، يعني المفروض تقول لي الحاجه صح، مش معقوله اكسبك يعني، ده انت اللي معلمني التذوق. يلا يا باشا احنا بنتعلم منك التذوق، انت اللي معلمني. عايز واحدة ايه؟ انت كل عمال تجيب له شطه ولا في ايه؟ حاسس ان بتاكله حراق. انت اللي بقى بتلاقيه بيحرق. لقيت طعم ايه؟ لقيت طعمها ايه؟ طعمها حراق. برضه؟ انت ايه حكايتك النهارده؟ هو النهارده يوم الشطه العالمي ولا ايه؟ ايه ده؟ خد يلا. ايه؟ كباب حراق. كباب حراق؟ ده مش كبايب، ده فريك. اقلع يلا البتاع اللي انت مغمض عليك ده. ده بس كسبته؟ هو ده اللي كسبته، كل ده خسرته. ليه كده؟ ليه كده؟ هي كله عندك شطة؟ انت وشك احمر كده ليه؟ وشك احمر كده ليه؟ يا جماعة بص محمد من التذوق ده ما كانوش شوية اكياس، ما كانوش 10 اكياس. قرب كده وشك للكاميرا كده، ده ما كانوش 10 اكياس. يخلوا كده 10 اكياس، كل كيس يطلع منه اللي بالكباب واللي بالملح واللي بالجبنة. بس انت ايه النهارده حكايتك؟ كل شطة كده عندك؟ كيس كل حلاوة فيه. انت اللي تلاقيك مش عارف تستقام حلو. كده انت خسرت. كده انت خسرت. يا جماعة محمد خسر وانا كسبت كالعادة. هنلم السفرة بتاعتنا وهنرجع تاني للعقاب. انت كده هتتعوج. تعالى ايه بعد اذنك شيل الحاجات دي. ورجعنا تاني للعقاب، وابو زيد هيتعاقب وليلتنا فل النهاردة. مالك يا ابو زيد في ايه؟ في ايه؟ في نار جهنم والعياذ بالله. ليه يعني؟ ده انت جبنه وشيبسي وكلام فارغ، ما انا واخده زيك اهو. ايه الحكايه يعني؟ حراق فعلا والله، انا اكلت حاسس ان في حراق. طب العقاب النهارده بقى ان انت تغمي عينك تاني؟ اه لازم. العقاب بتاعي وانت مغمي عينك، وهبدا بقى عشان اعاقبك. كفايه غلبان. يلا يا حبيبي افتح بقك. ما انا هاكلك انا. افتح بقك. انت مسلم قوي كده ليه؟ تسلم يا ليه؟ طب افتح عشان بعد كده مرة تفتح بقك ما هي ما تسمعش كلام تاني. منزلة ايه؟ احسن عشان بعد كده اما اقول له على حاجة يخاف مني. ايه في ايه؟ حرام عليكي، عملت لك ايه ده؟ اديت لك شطة. ولادي مفترية. الله يسامحك. لا مش انا هقول لك، انا هقول لك على حاجه. مش انت لما كنا بنعمل تحدي الكشري الحته عليا وعملت ان بطنك بتوجعك،
انا بقى رديت لك المقلب النهارده وحطيت لك في الكيس كلها شطه. كل كيس انا بقول لك بتاع بق حراق وانا مستطعم خفيف حراق حراق وانت حطيتي شطه كمان واكلتيني شطه احسن. جدعان اعمل فيها ايه دي؟ اعمل فيها ايه بس قولي بالله عليكم فيها ايه؟ عمتك يعني انك هويت بص بقى صلى على النبي. انا كنت عينه كيس الشطه دوت كنت عينه هنا تحت المفرش حلو الكلام. فانا طلعت كل كيس كنت بطلع احط على الشطه كده حرام عليك ولا اسمه ايه وراح اكلهولك. بص شكلها عامل ازاي بالشطه عشان تاني مره ما يعملش فيا مقالب تاني. وانا رديتها له كيس الشطه جبت الشطه في الكيس عشان اعرف ادرها تحت المفرش. خليكوا شايفين هي عملت فيها ايه. ماشي هتعمل ايه؟ والله معصبي. ليش هتعمل فيها مقلب؟ اي حاجه هتعملها ابقى عارفه ان هو مقلب مش هعيط ومش هزعل تاني. مش عارف كده ولو عملت فيه مقلب هيردوه لك بالمقلب اقوى منه. شفت انا لهلبتك لهلبت بقك ازاي؟ الله حرام عليك. يلا بقى قول لحبايبنا ان انت مش زعلان ويلا عشان نقفل الحلقه. اقفل انت الحلقه. انا هولع بس انا مش زعلان. كل سنه يا حبيبتي. في رعاية الله. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس والكومنتات الحلوة السلبية لا مش محتاجة دلوقتي. في رعاية الله. حكي مبسوطة؟ ماشي في رعاية الله. السلام عليكم.